زميلنا محمد عصام أجرى لقاء آخر مع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول نتائج القمة العربية الأوروبية، نتابع اللقاء. بكل تأكيد طبعاً المساحات المشتركة ما بين المنطقتين مساحات كبيرة جداً، ومساحات بتفرض التعاون وبتفرض الحوار. هناك جسور تاريخية ما بين المنطقتين، منطقتين بيمثلوا جزء كبير من سكان العالم، وحضارتين على مستوى كبير جدا. التحديات المشتركة أصبحت متشابكة بشكل كبير جدا ما بين المنطقة العربية والقارة الأوروبية، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الفكر المتطرف، مكافحة الإرهاب. الإرهاب أصبح بيؤثر طبعا، يعني أثر بشكل كبير على المنطقة العربية، وله تداعيات كبيرة جدا على القارة الأوروبية، تداعيات أمنية وتداعيات اجتماعية. المقاتلين، ظاهرة المقاتلين الأجانب اللي تدفقت على المنطقة دي، تدفقت كان الوسيلة الرئيسية إلى يعني تجنيد المقاتلين الأجانب هي المحطات أو مواقع الإنترنت، ليست مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكن بنتكلم على مواقع الإنترنت بصفة عامة. جندت مقاتلين ليسوا من المنطقة وأتوا إلى المنطقة من آلاف الأميال. دي كلها مشاكل، لأنه الإنترنت ما هو يعني مسيطر عليه من شركات غربية. أيضا تداعيات الإرهاب كان ليها تداعيات زي ما قلت لحضرتك اجتماعية. عودة هؤلاء المقاتلين بعد انتهاء النزاعات أو بعد انحصار الإرهاب، هناك احتمالين، يا إما بيتم انتقالهم إلى مكان آخر ودي مشكلة كبيرة جدا، يا إما بيتم عودتهم إلى موطنهم الأصلي. ولنا في مصر طبعا تجربة ضخمة في هذا الموضوع من قضية العائدون من أفغانستان. طبعا علاج تلك المشكلة بيتطلب التعرف على الخبرات اللي موجودة في المنطقة العربية. أيضا المقاتلات، هناك مقاتلات من الفتيات والسيدات الأجانب وبصدد أنهم يرجعوا إلى أوروبا وأنجبوا معهم أطفال، مشكلة اجتماعية عميقة جدا. كل دي كانت نقاط الحقيقة تم طرحها، وغيرها تم طرحها بشفافية وبصراحة شديدة جدا في الجلسات المغلقة. كان في توافق كبير جدا ما بين الآراء أنه التحديات أصبحت تحديات مشتركة ومتشابكة وآنية ولا تحتمل التأجيل، وأعتقد أنه ده واضح جدا في مستوى الحضور اللي موجود اليوم. أنت بتشوف على مدار أمس واليوم تقريبا كل دول الاتحاد الأوروبي ممثلين على أعلى سلطة تنفيذية من الاتحاد الأوروبي. هؤلاء طبعا حضروا لأهمية الموضوع ولتقييمهم الجدي البراجماتي في الحضور وإلى شرم الشيخ وبدء هذا الإطار الذي من المتوقع أن يكون له استدامة، لأن القمة القادمة سوف تعقد بعد 3 سنوات في عاصمة الاتحاد الأوروبي البروكسل، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون بداية للحوار والديالوج. وزي ما حضرتك استمعت في المؤتمر الصحفي أنه الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل والوصول إلى حلول إيجابية.